ما هو عسر الهضم؟ يعرف عسر الهضم باسم انزعاج المعدة أيضاً، وهو ليس مرضاً من الأمراض، بل هو مجموعة من الأعراض تقريباً. يصاب كل إنسان بعسر الهضم، ورغم أن عسر الهضم حالة شائعة، إلا أن الإصابة بعسر الهضم قد تكون مختلفة من شخص لآخر. من الممكن أن يشعر المريض بأعراض عسر الهضم على نحو عارض أو بشكل يومي. يمكن أن يكون عسر الهضم إشارة إلى وجود مشكلة أكثر خطورة، وعلى المريض استشارة الطبيب إذا استمر عسر الهضم أكثر من أسبوعين أو إذا رافقه ألم شديد. أعراض عسر الهضم: يكون لدى معظم الأشخاص المصابين بعسر الهضم واحداً أو أكثر من الأعراض التالية: أولاً، الشعور بالامتلاء سريعاً في وقت مبكر خلال وجبة الطعام، بحيث لا يكون المرء قد تناول قسماً كبيراً من وجبته، لكنه يشعر بالامتلاء، وقد يعجز عن إنهاء طعامه. ثانياً، شعور مزعج بالامتلاء بعد الفراغ من تناول الطعام، ويستمر هذا الشعور بالامتلاء زمناً أطول مما يجب. ثالثاً، ألم في القسم الأعلى من البطن، إذ يشعر المرء بالألم في المنطقة الواقعة بين أسفل الأضلاع والسرة. رابعاً، الشعور بالحرقة في أعلى البطن، يشعر المرء بحرارة مزعجة أو بحرقة بين الأضلاع والسرة. وهناك أعراض أقل تكراراً يمكن أن تشتمل على ما يلي: الغثيان أو التقيؤ، التطبل، أي الشعور بالانتفاخ، يشعر الإنسان بانتفاخ معدته وتصلبها وبانزعاج فيها. سبب المرض: هناك أسباب محتملة كثيرة لعسر الهضم، ويكون عسر الهضم في أغلب الأحيان ناتجاً عن بعض الخيارات المتعلقة بالحياة، بالإضافة إلى طبيعة ما يأكله المرء أو يشربه، كما يمكن أن يكون ناتجاً عن مشكلات هضمية أخرى. من الأسباب الشائعة لعسر الهضم الإكثار من الطعام، الأكل السريع، الأطعمة الغنية بالدهون أو الشحوم، كثرة التوابل في الطعام، كثرة تناول الكافيين، تناول المشروبات الروحية، كثرة تناول الشوكولاتة، كثرة تناول المشروبات الغازية. ويمكن أن يكون عسر الهضم ناتجاً عن الأسباب التالية أيضاً: التدخين، العصبية، المعاناة النفسية أو الشدة النفسية أو التعب، وبعض الأدوية غير المناسبة. المعالجة: يمكن أن يكون اختيار نمط حياة صحي أمراً مفيداً للوقاية من حالات عسر الهضم الخفيفة. يجب تناول وجبات صغيرة الحجم كثيرة العدد، كما يجب مضغ الطعام جيداً وعلى نحو بطيء. على المريض أن يتجنب كل ما يثير عسر الهضم عنده، وإذا كانت هناك أغذية أو مشروبات أو سلوكيات معينة يمكن أن تثير عسر الهضم، فإن على المريض أن يتجنبها. على المريض أن يحافظ على وزن صحي، فزيادة الوزن يمكن أن تسبب ضغطاً على البطن، وهذا الضغط يمكن أن يؤثر في المعدة، فيجعل الحمض الموجود فيها يصعد في المريء. التمارين الرياضية قادرة على مساعدة المرء في المحافظة على الوزن الصحي والتوصل إلى عملية هضم أفضل،
ويمكن أن تكون التمارين الرياضية بسيطة كالمشي اليومي مثلاً. يمكن أن يحاول المريض ممارسة التمارين الرياضية مدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة كاملة في معظم أيام الأسبوع. على المرء أن يحاول إبعاد التوتر والشدة النفسية عن حياته اليومية، وخاصة خلال أوقات الوجبات. وعليه أن يمارس أساليب الاسترخاء كالتنفس العميق والتأمل واليوغا، كما أن عليه أن يقضي بعض الوقت في القيام بأشياء يستمتع بها، بالإضافة إلى نيل قسط وافر من النوم. على المريض استشارة طبيبه فيما يخص الأدوية التي يتناولها، وذلك لمعرفة ما إذا كان أي دواء منها هو الذي يسبب عسر الهضم.